حياكم الله معنا من جديد على الهواء مباشرة في هذه التغطية المتواصلة عبر منصات تلفزيون دولة الكويت. معي في الاستديو الدكتور محمد الطبطبائي، عميد كلية الشريعة السابق. مساك الله بالخير دكتور، مع هذه الأجواء الجميلة، أجواء الخير والمطر. دكتور، في هذه الأجواء كيف من الممكن أن نتعامل كمواطنين وأيضا مقيمين مع التوجيهات التنفيذية لمجلس الوزراء، باعتبار أن اليوم كان يوم عطلة أيضا لإتاحة الجهود والمجهودات والإمكانيات حتى تقوم الجهات المختصة بدورها المحمود وتحقق الهدف الأساسي من الخطة الموضوعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الرحمة المسجات. الله سبحانه يقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. سمى هذه الأمطار رحمة من الله جل وعلا، فنحن في رحمات وبركات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أثناء نزول المطر يقول: اللهم اجعله صيبا هنيئا سحا غدقا. هكذا يدعو الإنسان عند نزول المطر بأن يكون هذا المطر هنيئا. وفعلا كما عبر الله سبحانه وتعالى بأن الأرض اهتزت وربت. الاهتزاز، وقفت على تفسير العلماء كيف أن النبتة والبذرة الصغيرة التي حملتها تلك الرياح والغبار الذي مرنا به، فإذا نزل هذا الماء اهتزت وربت وربت وأصبحت بهذه الصورة الجميلة، فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى. وهناك أدعية، هناك أدبان مع نزول هذه الأمطار. الأدب الأول أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعله هنيئا وأن يكون مباركا، فتتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يكون تكون هذه الأمطار أمطار خير وبركة. هناك أدب آخر أن وقت نزول المطر الدعاء مستجاب، فنحن في أوقات مباركة، الأوقات تتفاضل، هذه الأوقات أوقات رحمة، هي نزول رحمات، فالإنسان يستغل هذه الأوقات، وكلما طال هذه الأوقات طالت أوقات استجابة الدعوة. فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى بخيري الدنيا والآخرة، بالتوفيق في هذه الدنيا، بحفظ العباد والبلاد، وكذلك الإنسان يدعو لنفسه في هذه الأوقات المباركة، فهي أوقات استجابة الدعوة. وقد يفوت ذلك على بعض الناس، تمر هذه الأوقات المباركة دون أن يدعو لنفسه ويدعو لأولاده ويتفاعل مع هذه الأمطار، ويتفاعل ويتابع هذه الأخبار المختلفة ويفوت على نفسه أوقات مباركة. في السيرة النبوية، ما بيقاطعك دكتور، كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الزخات، زخات المطر؟ النبي عليه الصلاة والسلام آية من آيات خلق الله، نعم. يحيي الأرض بعد موتها، هذه الأمطار آية وعلامة، فيها رحمات كما ذكرت وفيها بركات. الكويت لم يتوقف عنها المطر، كثير من الأمور شفناها اليوم، ما نبي نقول سلبية، لكن احنا نشوف الأمر الإيجابي، هذه أمطار فيها خير وفيها بركة، حتى الأنعام تستفيد من هذه الأمطار. لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع هذه الرحمات حتى يكون لنا وقفات في هذا اللقاء وفي هذه حصلت حادثة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أن المطر استمر أسبوعا كاملا. نحن الآن نتكلم عن ساعات، أسبوعا كاملا نزل المطر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الجمعة، فقال: يا رسول الله، أثناء نزول المطر، بعد أثناء نزول المطر واستمرار لمدة أسبوع، ليست مجرد ساعات كما هو الآن أو لمدة أقل من يوم، فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل، اللي احنا الآن نقول والله انقطعت الطرق، لا نستطيع أن نصل، انقطعت السبل وهلكت الأموال، والمال يطلق على كل ما يتمول، منازل، كل ما يتخذه الإنسان، أغنام، إبل، بقر، في واقعنا اليوم لما نقول هلكت الأموال تدخل حتى السيارات وغيره. فقالوا: انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعوا الله لنا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو بانقطاع المطر، وذلك لأن المطر رحمة، وإنما قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فيستمر المطر، ونحن ندعو الله عز وجل أن يستمر المطر هذا، ولكن حوالينا، على الضراب. الضراب هي الأماكن المرتفعة، تسمى الضراب، والآكام كذلك الأكمة هي المنطقة المرتفعة، وبطون الأودية ومنابت الشجر الزرع.
فهكذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون هذا المطر موجود، لأن فيه الرحمة، ومع نزوله تتنزل رحمات وتستفيد الأرض استفادة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. والناس عبر التاريخ يشتكون. هنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الدعاء أشار بيده الشريفة إلى السحاب، وانقشعت السحابة وما خرج الناس إلا والشمس ظاهرة. هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، أنه يشير بيده فأزيلت هذه السحابة. ولكن نحن بالنسبة لنا إذا نزل المطر وإذا اشتد نقول اللهم حوالينا ولا علينا، على بطون الأودية ومنابت الشجر وعلى الآكام والجبال. دكتورنا في دعائين يخوفون الناس ما بينهم. بالنسبة للأدعية، لو نجد أدعية الأمطار نجدها تنقسم إلى 6 أقسام، كل دعاء مختلف. هناك دعاء الاستسقاء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. هذا متى يقال؟ هذا يقال قبل نزول المطر، نزول المطر وعند وجود الجفاف. فاليوم نسمع بعض الناس يقول اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، لا، نقول هذا يكون في الاستسقاء. هناك عند تجمع السحاب، فكان عند اجتماع السحاب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى هذا السحاب يقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. هذا عند مجرد قبل نزول المطر، فكان يقلق النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينزل المطر. فإذا نزل المطر يدعو دعاء آخر، هذا الدعاء الثالث عند نزول المطر، اللهم اجعله هنيئا طيبا غدقا. وهذه الأدعية في أن يبارك الله عز وجل في هذا المطر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسعد ويستبشر بنزول المطر، فعندما ننظر إلى هذه الأمطار فهو ليست سحاب عذاب وإنما هي سحاب خير وأمطار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بخير هذه الأمطار ويدعو الله عز وجل أن تكون مباركة. نأتي المرحلة الرابعة، هذه المرحلة إذا كان هناك ضرر على بعض القرى المدن، فيدعون الله عز وجل اللهم فيضانات تقصد؟ نعم، بحسب أحوال الناس المختلفة، فيدعون الله عز وجل ليس بانقطاع المطر، وإنما يقولون اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا ما يسمى بالاستصحاء، هناك الاستسقاء وهناك الاستصحاء. وهنا نأتي، وقفت على رواية في التاريخ بأن كان العلماء في السابق يطلبون الناس منهم الاستصحاء، وكانوا يقول لهم إن فيه خيرة لا يعلم مداها إلا الله. فلا ينزعج الإنسان من هذه الأمطار، بالعكس هي أمطار رحمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، نأتي إلى مرحلة أخرى، كانت إذا انتهت الأمطار خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مواضع السيول، لأن راح تكون هناك بإذن الله تجمعات الأمطار. فكان يذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ويتبارك من بركة هذا الماء، لأنه من قريب عهد بربه. فكل هذه الأمور، ويختم بالحمد لله سبحانه وتعالى، ولأنها منزلة من الله سبحانه وتعالى. أنا بهذه المناسبة أشكر مؤسستين في الدولة، مجلس الوزراء على حقيقة القرار الموفق في جعل هذا اليوم يوم راحة وإجازة. والسبب في ذلك في طريق رقم سهولة الوصول، والأمور كانت جيدة في الوصول لكم. بلل قبل شوية دكتور. إلا أن يعني ما شاء الله انسيابية والناس شعرت بالارتياح، لأنه يمكن مع الزحام المعتاد ووجود هذه الأمطار يمكن أن يكون ذلك شاق على بعض الأسر أو يعيق عمل، قد يعيق. بودي الجهة الثانية تسأل. الجهة الثانية أنا أشكر حقيقة وزارة الإعلام، شخصكم الكريم، الفريق اللي أنا رأيته، أنا وجدت الفريق يا دكتور، الفريق الذي التقيت مع فريق الطوارئ، سعادة الوكيل، معالي الوزير، حقيقة على الجهد الطيب الذي لمسناه. وكذلك نريد أن نرسل رسالة للأخوة المشاهدين بأن نطمنهم ما يستمعون في هذه يعني اللحظات، في هذه النقطة تحديدا دكتور. يعني وزارة الداخلية، مجلس الوزراء، وزارة الإعلام، على بيان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، أكد بأن عدم الالتفات إلى المعلومات المغلوطة. تذكر يعني أنت أدرى مني في هذا المجال دكتور، أن في هذه الأحداث، وتعرف حرية الإعلام
مع وجود يعني قانون ينظم العلاقة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن تكثر مجموعة من الشائعات والمغالطات. دورنا في وزارة الإعلام أن نخلق رأي عام مستدير، أن تكون المعلومات تتدفق بشكل سليم ومعلومات صحيحة وأخبار دقيقة. في هذا الجانب دكتور، يعني لا شك أن أيضا كيف نتعامل مع روح المسؤولية وروح الوطنية في هذا الجانب، لأن هناك أيضا معلومات غير دقيقة قاعد تنقل دكتور من هنا ومن هنا. هناك عدة جوانب. أولا، أول شيء عامل التوثق وعدم الاستعجال بنشر هذه الأخبار، وكثير من الأحيان تكون مغلوطة هذه الأخبار، بل أحيانا لا تكون في الكويت وإنما تكون في دول أخرى وتعلق على تعليقات بأن هذه موجودة في الكويت. أولا لابد أنك أنت لا تقوم بإصدار خبر معين إذا كنت من أصحاب وكالات الأخبار، من مواقع الأخبار ونحو ذلك، أو كنت ترسل لمجاميع، لا ترسل إلا ما كنت متوثقا منه. الأمر الثاني، إذا كان في انزعاج وإزعاج الآخرين بأخبار غير جيدة فلا تنقل الأخبار غير الجيدة، ليس فيها أي جانب إيجابي، وإنما إن كان هناك دعاء لأناس قد تضرروا فتقوم بالدعاء لهم. في هذه الأوقات هي أوقات رحمة، أوقات بهجة. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع نزول المطر يتلألأ وجهه وكان تعلوه الابتسامة، لأن بنزول المطر معناته نزول الرحمات، فلا نغير هذا الموقف، موقف الرحمة والبركة من الله سبحانه وتعالى، إلى بعض الحوادث التي هي نقول متوقعة. في كافة الدول تكون هناك أمور متوقعة والاستعدادات من قبل الدولة حقيقة في هذا الجانب. في في فيما يتعلق في الدولة، ممتاز. يعني الدولة ما قصرت في هذا الجانب، عطت يوم راحة حتى تتاح الجهات المختصة لدورها وتنفيذ خططها وتفعيل خطة طوارئها. في الجانب الآخر أيضا دكتور، في أشياء مطلوب دولة أدتها، وأيضا كان الإنسان هو المعيار الحقيقي لخطة الدولة وأرواح الناس، وأيضا هو الفيصل في هذه الخطة الكبيرة. في الجانب الآخر في أشياء مطلوبة من الناس، من المقيمين، هل من رسائل توعوية دكتور من جانبكم تقولونها؟ أول هذه الرسائل أقول لهم بأن نحن الآن في أوقات علينا أن نستغلها بالخير، أولا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما يتعلق بخروج الإنسان من بذل الأسباب، أن الإنسان لا يخرج في مثل هذه الأوقات لأن قد يعرض نفسه من خلال الطرق وقد عدم قدرته على السيطرة على المركبة ونحو ذلك. فنقول لهم من المناسب أن الإنسان يبذل الأسباب، تبذل الأسباب بأن تبقى عند وجود الحاجة، الطرق ميسرة، أنا قد قدمت من المنزل إلى هذا المكان والطرق ميسرة، فإذا كانت هناك حاجة لا مانع، لكن إذا لم تكن هناك حاجة يبقى الإنسان حتى يعين الجهات المختلفة وتصل إلى فعلا من هم بحاجة إلى هذه المساعدة، لأن قد تكون هناك أخطاء ارتكبت من قبل سواء مقاولين أو أفراد، فتأتي الدولة وتساعد هؤلاء في مثل هذه الظروف التي يمرون بها، فترك مجال لهؤلاء الذين فعلا بحاجة إلى هذه المساعدة. كذلك الأمر الثالث، نقول بأن الإنسان في هذه الأوقات عليه أن يتفكر في أمر عظيم. دائما دائما الله عز وجل عندما يذكر نعمة المطر يذكر نعمة الحياة وكيف سيكون هناك الإحياء الآخر. هكذا تربط الشريعة الإسلامية بأننا نحن الآن أمام آية من آياته جل وعلا ومن آياته، دائما نجد بأن يقدم الله عز وجل هذه النعمة بأنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فنحن الآن نشهد هذه الآية لأنها حياة، المطر حياة، حياة بعد صيف حار جاف، فتأتي هذه الأمطار فتحيي هذه الأرض. الآن من اليوم أو هذه الأيام نشعر بوجود نبات أصبح موجود في، ونرى هذه النباتات بين الطرقات بعد وليست فقط في الخارج، فكلها من رحمة الله سبحانه وتعالى وتذكر بأن هناك حياة أخرى. هكذا دائما يربط الخالق سبحانه وتعالى بأن بعد هذه الحياة حياة أخرى. ف
فكذلك بالنسبة لمن ابتلي بكثرة المطر لأي سبب من الأسباب وتضرر، نقول عليك بالصبر أولا، ثانيا ما يتعلق بالتعاون مع أخوانك بأن تستعين بالجهات المختصة. صحيح. تقوم بإخطارهم، يأتون إليك، يقومون بمساعدتك. احنا وجدنا كيف أن الدولة طوال الأسبوع الماضي مستنفرة بكافة أجهزتها. دكتور في أشياء أنا ما ودي أقاطعك، لكن في أشياء قدرية من الله سبحانه وتعالى. نعم. ما علينا كما أكدت سوى الدعاء وأشياء بشرية وأشياء إدارية كما ذكرت، مقاولين، وأيضا في أشياء مناخية. نعم. وأشياء أيضا طقسية. في هذا المجال دكتور يعني استحضرني قول للعلماء بأن إذا الله أحب قوما أنزل عليهم المطر. نعم. لعل أيضا أفعال الكويت أميرا وحكومة وشعبا وأيضا أيادي الخير المنتشرة في كل بقاع الدنيا أيضا تؤسس إلى صورة مشرقة. في هذا المجال دكتور تحديدا، ما الذي يمكن أن تعكسه صورة المواطن والمقيم لتعامله مع هذه التقلبات الجوية؟ لأن الناس الآن أيضا دكتور تعرف العالم أصبح الآن قرية إلكترونية بالغرفة. نعم. فيشاهدون الكويت وتعاملها وتعاطيها مع هذه الأجواء الغير مستقرة، فمن رسالة. نعم. دكتور؟ نعم، أولا ما يتعلق بالرحمة من الله سبحانه وتعالى، لا شك بأن هي رحمة، وأن الله عز وجل عندما يقوم بإرسال هذا المطر لقوم فهذا من رحماته جل وعلا. في هذا الوقت ونحن نتحدث إذاعة القرآن الكريم أعدت رسائل مختلفة. أولا شكر الله سبحانه وتعالى الآن تبث، كيف تعاملت يعني وزارة الإعلام على سبيل المثال والجهات المختلفة بشكر الله جل وعلا، كذلك بالتوجيه ببذل الأسباب، والأمر الثالث بفضل هذا الوقت الذي نحن فيه فهناك توجيهات من قبل الوزارات المختلفة، نجد الأشغال في ميدانها، نجد الطرق في ميدانهم، نجد وزارة الداخلية في ميدانها، الإعلام، لأن الجانب الإعلامي هو غذاء، هو عبارة عن حاجة أساسية، هو الذي يقوم الرأي العام بالتوجيه وتطمين المجتمع. نحن الآن بحمد الله سبحانه وتعالى نشعر بأننا في وقت بركة، في وقت رحمة، وقت يستجاب فيه الدعاء، والإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دائما في ظل هذه الأمطار يدعو الله سبحانه، نجد بعد الأمطار يدعو يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فنحن الآن أمام نعمة تستحق الشكر والتأمل، ولا سيما وسنوات سابقة لم تأتينا مثل هذه الأمطار المباركة بهذا القدر. يعني أمطار رحمة وبركة بهذا الوقت. أنا قبل لا أختم معاك بعجالة دكتور سريع، أنت شكر جهتين مجلس الوزراء الموقر وأيضا وزارة الإعلام، إلى جانب شكرك أيضا من قبل جهات الدولة، الدفاع المدني والإدارة العامة للإطفاء والحرس الوطني، الكل يشكر على دوره أيضا، وهذا أيضا قليل في حق الكويت. دكتور الكويت تستحق فيه كثير، لكن دكتور أنا بودي أسألك بعجالة، ما الذي استوقفك من لمحات من مشاهد للدكتور محمد الطبطبائي بصفة شخصية تشاهدت وتابعت خلال الفترة الماضية وخلال اليوم مع زخات المطر الجميلة؟ الإنسان فينا يشعر بهذه الرحمات والجانب الإيماني الذي يشعره عند أهل الكويت برز وظهر، هو موجود في قلوبنا جميعا، ولكن يبرز في مثل هذه المواضع. نجد بأن الرسائل التي ترسل دائما تستفتح بحمد الله والشكر له، وأن يكون مطرا مباركا هنيئا غدقا سحا. هذه العبارات التي أسمعها وأجدها نابعة من قلوب أهل الكويت، وقبل ذلك من قلوب المسؤولين. خلال الأيام الماضية استمعنا إلى مقابلات مع الوزراء وكذلك الوكلاء، كلهم يبتدون بشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. هذا الارتباط من قبلهم سمو رئيس الوزراء. نعم. كان له دور كبير، وكل هذه الجهات ابتداء مجلس الوزراء وانتهاء بالذي يقوم بالخدمة بنفسه من رجال الأطفاء ويعرض نفسه أحيانا للخطر. دكتور الخلاصة أن كيف نتعامل مع هذه النقمة
عفوا النعمة حتى لا تتحول إلى نقمة، يعني خيرات وبركات ورحمات، كيف يمكن التعامل، حسن تدبير والتعامل مع هذه بعجالة سريعة؟ الحمد لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، يعني دائما لابد أن يكون الإنسان على مقربة من الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات. الأمر الثاني أن الإنسان يقدم ما يستطيع أن يقدم. اليوم تظهر لنا رابطة الجيرة، إذا كان جارك بحاجة إلى مساعدة فأنت تقوم بالمبادرة لمساعدة جارك، تقوم بإغاثة أي واحد بحاجة إلى غوث بالنسبة لك. كل من يستطيع وهو في الشارع يستطيع أن يساعد أحد وهو جار، يستطيع أن يساعد جاره، كل من يستطيع أن يعين إخوانه فليبادر إذا كانت هناك حاجة لمساعدتي. تظهر هنا روح الإسلامية ببذل النفس والوقت وكل ما لديه في سبيل مساعدة. شكرا دكتور، ما عندي وقت، أنا ودي أشكرك دكتور، لكن الدين الإسلامي تعامل مع كل صغيرة شاردة وردة حتى الشجر والحجر، تعاملنا وعلمنا كيف نتعامل مع كل شيء. التقدير لك دكتور محمد الطائي عميد كلية الشريعة السابق. فاصل قصير ونتعامل.